مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه وإياكم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد الفاصل. ونحن ندلف إلى نهاية عام آخر. البداية من طريق الشعب، ونقرأ مقالا بعنوان: متى تفتح ملفات الفساد الكبرى؟ سؤال وجيه بقلم محمد عبد الرحمن. يشدد عبد الرحمن على أن الفساد في العراق أصبح منظومة متكاملة ومتداخلة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتمتع الفاسدون بالحماية والتسهيلات كافة من قبل بعض المسؤولين. يشير المقال إلى أن محاربة الفساد تتطلب إجراءات حازمة شاملة تشمل جميع الأطراف المتورطة وليس فقط الموظفين الصغار. ينتقد عبد الرحمن الحكومة العراقية لعدم اتخاذها خطوات جدية فعالة للحد من الفساد، مشيرا لأن المفسدين ما زالوا طلقاء ويستفزون مشاعر المواطنين. ويؤكد الكاتب أن الفساد يؤثر على جميع مؤسسات الدولة، ويشير إلى التخادم المصلحي الواضح بين المسؤولين والفاسدين من رجال الأعمال والسياسيين. كما ينتقد عبد الرحمن الإجراءات الخجولة وغير الكافية التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد المستشري، مشيرا إلى ضرورة حملة وطنية جبارة تشمل تعزيز الوعي الشعبي وتفعيل الرقابة المجتمعية لكشف جميع الملفات الفاسدة ومحاكمة المتورطين عليها. عندما نقول إن الفساد صار منظومة، فبمعنى أنه ليس معزولاً عن المؤسسات الحكومية على تعدد وتنوع اختصاصاتها، وأن هناك تخادماً مصلحياً بين المتنفذين سواء من هم في السلطة أو في خارجها، وقد يكون بعض الذين خارجها هو المقرر والحاكم، وبين مجاميع مختلفة من الفاسدين والمرتشين وأصحاب رأس المال الكبير الذي معظمه مسروق ربما من الدولة. وهناك مجاميع أخرى توفر الدعم والإسناد والحماية، وهي على أهبة الاستعداد دائماً لتحريك منظومتها المتعشقة مع أجهزة وأفراد في مؤسسات الدولة. وعندما نقول إنها منظومة متكاملة، فمعنى هذا أن المعالجة لن تؤثر إذا اقتصرت على ما خف وزنه، أو إذا تعلقت بالموظفين والأفراد غير المدعومين، أو إذا واصل من هم في موقع القرار والسلطة إطلاق التحذيرات من استغلال السلطة والفساد دون فعل حقيقي، أو توجيه المناشدات التي سمعنا منها المئات عن حرص حقيقي أو للتغطية على حقيقة المواقف. إن الأمر المؤكد حتى الآن هو أنه لا خطوات جدية اتخذت للحد من الفساد رغم كل ما أعلن ويعلن. والأنكى أن المتهمين بالفساد يصولون ويجولون مستفزين مشاعر المواطنين ومثيرين اشمئزازهم، مثل ما حصل أخيرا عند استقبال أحد رموز الفساد وكأنه محرر العراق. في العراق الدولار شب عن الطوق في الارتفاع في ظل حكومات فاسدة. إلى موقع شفق نيوز ونقرأ منه مقالا بعنوان: إجراءات مقترحة لمعالجة صعود الدولار، بقلم دكتور رائد الهاشمي. يتناول الهاشمي في مقاله أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مشيرا إلى أن هذا التحدي الاقتصادي يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد في نفس الوقت الاقتصاد الوطني، حيث يقترح الكاتب عدة إجراءات لمعالجة هذه الأزمة، مثل إصلاح النظام المالي والمصرفي في نفس الوقت وتعزيز الشفافية في العمليات المصرفية وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة منها. ويؤكد الهاشمي على ضرورة مكافحة الفساد بجميع أشكاله وأنواعه وفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية لتحفيز الاقتصاد المحلي،
يشدد أيضا الكاتب على أهمية التعاون الدولي مع المؤسسات المالية العالمية لتحسين السياسات النقدية والتجارية، مشيرا إلى أن إلغاء مزاد بيع الدولار سيساهم في تعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد العراقي بشكل كبير. يشكل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تحدياً اقتصادياً كبيراً في العراق، حيث يؤدي إلى تراجع قيمة الدينار العراقي وارتفاع الأسعار، ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني. ويجب على الحكومة إلغاء مزاد بيع الدولار، وهذا يعد من أهم الإجراءات المطلوبة من قبل البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، لأن استمراره له تأثيرات كبيرة على سوق العملة. الخلاصة أن الوضع الحالي للاقتصاد العراقي وعدم تمكن البنك المركزي من السيطرة على أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار، يتوجب اتخاذ هذه الإجراءات الجريئة والتي ستساهم في استقرار السوق وانتعاش الاقتصاد العراقي وحماية المواطن العراقي من النتائج السلبية التي يتحملها دائما مع كل صعود للدولار. وفي ظل عالم يموج في الظلمات، إلى مجلة المجتمع الكويتية ونقرأ منها مقالا بعنوان ثوابت طوفان الأقصى ومتغيرات حقوق الإنسان بقلم معاذ البدري. ينتقد البدري في مقاله في تقرير منظمة Human Rights Watch حول حرب غزة، مشيرا إلى انحياز المنظمة الواضح لصالح إسرائيل وتجاهلها لجرائم الاحتلال المتعددة ضد الشعب الفلسطيني. يصف البدري في التقرير بأنه يساوي بين الضحية والجلاد ويعتمد على روايات كاذبة تروجها الحكومة الإسرائيلية. يشير كذلك إلى أن المنظمة تجاهلت تماما أحكام محكمة العدل الدولية التي أكدت واضحا حقوق الفلسطينيين كافة في الحماية من الإبادة الجماعية، مشددا في نفس الوقت على أن مقاومة الفلسطينيين مقاومة مشروعة وفقا للقوانين الدولية. ويبرز البدري كذلك أن الحرب الهوجاء في غزة هي صراع بين الحق والباطل، داعيا الأمة الإسلامية إلى التوحد لمواجهة هذا العدوان. كما يوضح أن تقرير Human Rights Watch يفتقر تماما إلى الحيادية ويتجاهل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم، مما يزيد من مصداقية الادعاءات بأن المجتمع الدولي برمته متواطئ تماما مع العدوان على غزة. لقد بات واضحا للجميع ولا سيما أبناء الأمة الإسلامية على نحو لا لبس فيه ولا غشاوة، أن الحرب التي تجري في غزة تتجاوز في نطاقها التوصيف المجرد بأن رحاها تدور بين احتلال ومقاومة، إلى الوصف الدقيق المعزز بالوقائع بأنها حرب عامة وشاملة بين معسكري الحق والباطل، وأن الأخير حشد جميع أجناده على نحو دولي وأممي سخرت فيه الوسائل كافة في ميادينها المختلفة، بدءاً من العسكرية والسياسية والاقتصادية مروراً بالإعلامية والحقوقية، وليست بمنتهية عند الاتجاهات الثقافية وما يتعلق بها من أبعاد أخلاقية، إلى درجة تساقطت في أتونها تلك المنظمات التي تدعي حماية حقوق الإنسان ولا تنفك تصرخ على الدوام وهي تدافع عن انحرافات وخبالات بذريعة الحقوق، لكنها حين تحكم في صراع مصيري يكون المسلمون أحد طرفيه فإنها تستخدي للباطل الذي يقلدها لجام التناقضات، فتصدر أحكامها على ما يهوى ووفق ما يريد. رغم أنهم يؤثرون على أنفسهم البقاء، الشعب الفلسطيني نقرأ عنه من موقع عربي 21، نقرأ مقالا بعنوان إسرائيل في حرب استنزاف عقب هزيمة استراتيجية، للكاتب حسن أبو هنية. يوضح حسن أبو هنية في مقاله أن حرب إسرائيل ضد غزة أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين العزل
وتدمير البنية التحتية، ومع ذلك لم تحقق إسرائيل نصرا عسكريا حاسما على الأرض. يشير إلى أن الهجوم الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023 أظهر جليا ضعف إسرائيل الاستراتيجي وأدخلها في حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث يبرز الكاتب كيف أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية نجحت في فرض تحديات كبيرة على الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إعادة النظر من جديد في الاستراتيجيات العسكرية والسياسية الإسرائيلية. ويشير إلى أن المقاومة الفلسطينية رغم محدودية إمكانياتها تمكنت بنجاح من تغيير المعادلة وتكبيد إسرائيل خسائر فادحة، مما أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع الإسرائيلي حول جدوى استمرار الحرب من عدمه. كما يناقش أبو هنية تأثير الدعم الغربي لإسرائيل والضغوط الدولية على الصراع، مشدداً على أن النصر في هذه الحرب لا يقاس بعدد القتلى بل بقدرة المقاومة على الصمود وتحقيق أهدافها السياسية. استمرار الحرب دون أفق سياسي تدخل إسرائيل إلى هزيمة تاريخية، حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية التي قالت يبدو أن إسرائيل تواجه هزيمة تاريخية رغم القتال الضاري الجاري في غزة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية لحماس، فأهداف الحرب لم تتحقق. ومع ذلك يستمر مجلس الوزراء الحربي وهيئة الأركان العامة في تضليل الجمهور بإصدار تصريحات مبهمة وأنصاف حقائق حسب الصحيفة. فاستمرار غياب تصور سياسي إسرائيلي واضح لمستقبل قطاع غزة بالتزامن مع الاستمرار بإطلاق شعارات كبيرة وتبني أهداف غير منطقية وغير قابلة للتحقق، يعني أن إسرائيل تتجه نحو السقوط في مصيدة خطيرة من الاستنزاف متعددة الجبهات، وهو ما أكده الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في 17 أيار الماضي، حيث قال رغم حرصنا الكامل على وقف العدوان على شعبنا مستعدون لمعركة استنزاف طويلة للعدو ولسحبه لمستنقع لن يجني فيه ببقائه أو دخوله لأي بقعة من غزة سوى القتل لجنوده واصطياد ضباطه، وهذا ليس لأننا قوة عظمى بل لأننا أهل الأرض وأصحاب الحق، نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها. أما عن فلك أخلاقيات الإعلام، تسلط مجلة لوب وان الفرنسية الضوء واسعاً على الأزمة الإنسانية في ولاية سنار السودانية، حيث أدى وصول قوات الدعم السريع إلى نزوح آلاف الأشخاص وتعطيل الموسم الزراعي هناك، مما يهدد بحدوث مجاعة وشيكة. يحذر التقرير من أن تدهور الوضع الأمني القائم في سنار يعرض الأمن الغذائي للخطر، خاصة وأن الولاية تعتبر جزءاً من سلات الغذاء الرئيسة في السودان. يشير كذلك التقرير إلى أن قوات الدعم السريع قامت بنهب المؤن وقطع الطرق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، وتواجه البلاد حالياً انعداماً حاداً ملحوظاً في الأمن الغذائي، مع تحذيرات من أن مئات الآلاف من الساكنين هناك قد يصلون إلى مرحلة من المجاعة الخطيرة، حيث يشير التقرير إلى تأثير النزاع المسلح على سلاسل الإمداد الغذائي، مما يزيد من معاناة السكان ويضع البلاد أمام تحديات كبيرة في تأمين الغذاء والمواد الأساسية للمواطنين. وفقاً لأحدث تقرير صادر عن إطار التصنيف المتكامل للأمن الغذائي المنشور في 27 حزيران، فإن حوالي 700,000 شخص مهددون بالوصول إلى المستوى النهائي لانعدام الأمن الغذائي بين حزيران وأيلول عام 2024، وهو ما يتوافق مع خطر المجاعة الوشيك، في حين أن من المرجح مواجهة 25,600,000 شخص، أي أكثر من نصف السكان، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وبحسب بيليهو نيجيسي منسق مؤشر أسعار المستهلك لشرق أفريقيا،
فإن سنار إحدى مراكز الإنتاج الرئيسة على طول ممر النيل في السودان، وبالتالي فهي تلعب دوراً حاسماً في الإنتاج المحلي وإمدادات السوق والمخزونات الغذائية المنزلية. ولفتت المجلة إلى أنه مع اقتراب ذروة الإعداد الزراعي وموسم الحصاد، فإن من المرجح أن يؤدي الصراع المستمر في سنار وكذلك ولايات أخرى مثل الجزيرة والقضاريف إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء السودان. أحداث هذه الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. وعن حكاية شعب يؤثر البقاء، القصف الإسرائيلي مستمر والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة أثر سلباً على خدمات الاتصالات. الشاب الفلسطيني محمد قريع من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يقدم خدمات الكمبيوتر والإنترنت لزواره في المقهى الذي افتتحه على شاطئ البحر، ويستفيد العديد من الفلسطينيين سواء من الصحفيين أو المصممين من الخدمة التي يوفرها قريع في المكان الذي افتتحه. نشاهد الآن تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها لكم، تابعونا. تعرف اولمبيات اثينا يلعبها اللاعب، يلعبها مره في عمره، اللي يعني تعرف محدده بالاعمار، قد يلعبها كلاعب كبير يعني اكبر من عمره بنسبه كبيره ثلاث مرات. من لعبنا اولمبيات اثينا بصراحه يعني كانت فرحة إنها كبيرة. ليش؟ لأن إحنا عرفنا إنه أول وآخر مرة راح نشارك في هكذا بطولة، وحصلنا على المركز الرابع عالمياً. هذه شعور لكل لاعب. تعرف بقية البطولات تقدر تلعبها أكثر من مرة على طول عمرك، لكن هذه البطولة مرة بالعمر، فلذلك هي أولمبياد تجمع كل دول العالم، تشوف كل المشاهير، تشوف كل مشاهير اللعبات الباقية، فلذلك هو محفل كبير لكل لاعب. يعني اصعب من مهمتنا، لان مهمتنا كانت في وقتها احنا كنا فريق منتخب شباب حاصلين على كاس اسيا، لاعبين منتخب وطني اغلب لاعبينه، فكنا مدرجين صح. هذا الجيل لا، يعني تعرف مر بظروف صعبه وما كنا محضرين، حتى في التصفيات الاولمبيه كنا فنيا مو بالمستوى المطلوب، لكن الحمد لله ترشحنا. المجموعه صعبه جدا جدا، مجموعه منتخبنا المغرب، أوكرانيا، الأرجنتين، لذلك هي صعبة جدا، لكن
لا ضير أنه تشترك وتحتك وتعرف مدى قوة فريقك أو لا. فنياً تقصد؟ إذا فنياً يعني مثلاً عندنا لاعبين مثل علي جاسم الأيمن يمكن يكونون هم مفتاح لعبنا وتسجيلنا للأهداف، أما بقية اللاعبين فتعرف راح تكون بطولة صعبة عليهم كبيرة جداً. الأرجنتين يملك أفضل اللاعبين بالعالم، أوكرانيا الآن من أفضل الفرق تحت الـ 23، فلذلك المهمة صعبة، خصوصاً قرعتنا طلعت أول مباراتين تكون مع أوكرانيا مع الأرجنتين. يعني أقدر أجاوبك في وقتها، ليش؟ لأن نريد نعرف إيش راح يسوي ويا أوكرانيا ويا الأرجنتين، بعدين بعد مباراة الأرجنتين نقدر نقول لك منتخبنا قادر على تجاوز المغرب أو لا. أعتقد علي هو أكثر اللاعبين اللي بالمنتخبات دائما متألقين، كان الشباب أو الأولمبي في التصفيات الأخيرة أو الوطني، فأعتقد علي هو أكثر لاعب، زائد يوسف الأمين. يوسف موجود، يوسف الأمين وعلي نعول عليهم كثير. يعني ألعب وكل ثقة أنه خسرت أو ربحت، بالأخير هاي كرة قدم، بالأخير إحنا العراق مشاركتنا هي تكفي أنه أنت توصل إلى أولمبيات. صح فرق هواية وصلت أولمبيات، الأجيال اللي بعدنا واللي قبل هذا الجيل، لكن عليهم أنه يجتهدون ويقدمون مستويات عالية بغض النظر عن النتيجة. اليوم أنت راح تقابل الأرجنتين، راح تقابل أوكرانيا، راح تقابل أفضل فرق العالم، فعليك أنه تجتهد وتقدم. أنا هذا السؤال راجع جوابه للكابتن راضي، هو أعرف بالنواقص فريقه. إحنا لو تقول لي أنا يمكن كنت اختارت غير لاعبين مثلاً، المدرب هذا سؤال فني بحت، المدرب هو اللي جاوب عليه. اليوم يعرف نقوصاته وين الفني، أنا أتكلم اليوم. أنت مثلاً يمكن أكو أفضل من سعد ناطق، لكن كابتن راضي يعرف أن سعد ناطق يجيد اللعب في مركز ما يفيده به المدرب. كنتم معنا في هذه الحلقة وإلى لقاء.